بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أمين يا سميع يا كريم. أو زيدوا وقح وتحد لله، انظر اسمه بالمئة. هذه الآية هي 22، يقول ربي وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، إذا كان اللي جاء به محمد عليه السلام هو الحق من عندك أنت، فأمطر علينا حجارة من السماء. وقت خطب بحجارة لقسم سنابط علينا، يعني ايش معنى؟ يعني عندهم هما الحق من هموما والباطل والخرافات من محمد عليه السلام. يقول أفأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ولعذبنا عذابا لا نطيق تحمله. عذاب أليم بيرالجيك، شاتيمون إكستريم، انتوليرابل، اون دولور كون بو با توليري، كون نالي با لا مينيميزي، خاطر يسوفر انورميمون باسكو يسون دي كرب. نسأل الكرب، احنا عندنا في اللغة الطبية فهمتني كريب، هذه يعني سرطان، انتم سرطان يضركم انتم بالذات ويضر من اتبعكم ووضع ثقته فيكم، فاهمين؟ لا 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 اظن انكم فهمتم شيء، على حالكم، دار لقمان على حالها، متغير منكم شيء، قعدتم متاخرين، ما تجلبوا بالاموال اللي حرام، لانكم سرقتوا الامه فيما في خرجتم في من خفايا من بطن الارض الذهب الاسود، حتى الذهب اللي طلعتوه وخذيتوا مال عوضا له اسود، اياكم سوداء. قالوا احنا في النعيم متمتعة بانوار الغرب، اني انوار الغرب وقت ايش؟ تو غريب عن الدين، حتى لو جابونا هكا حكايات بتاع المعابد باش يقتلونا فقط، المعابد عندهم وما يقولون القرآن، التومبل هذايا فيه أغلب اللي فيه ناس ليس بناس. وسيدنا عيسى عليه السلام ابن سيدة مريم عليه السلام عانى منه معانا ويعلم معاناته ربنا سبحانه وتعالى، ونحن مع سيدنا عيسى عليه السلام ضد أرباب الطغيان. أعلى لا نقبل الطغيان ولا نأتيه، نعم هذا شيء محرم علينا، ولا تطغوا ولا تقولوا إلا حقا وقولوا للناس حسنا، وبادر وقت يجيك سيئة بالحسن، وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله مولانا العظيم.